ايضا الصداره والمركز الاول. هنا نشوان من ينطلق لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثاني ياتينا شاهين هجن العاصفه مع غياث الهلالي على ثاني المراكز. والمركز الثالث ياتينا هنا شعلان. شعلان لسمو شيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويضمر او شعلان ويضمر هنا سالم بن مطر بن حاده لقتبي شاهين. رابعا هجن العاصفه مع غياث الهلالي ووصل هنا املاك على المركز الخامس لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لنيبي. ياتي هنا غيث على المركز السادس. غيث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي من تابع على سادس المراكز. وعلى المركز السابع بطاش على المركز السابع سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع خليفه بن سلطان بن رشيد. المركز الثامن الفايز في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ايوه تابع هنا ايضا حمد بن علي العويسي. تاسع المراكز شاهين هجن العاصفه مع غياث الهلالي. عاشر المراكز وافي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سهيل بن مبارك ومرخان لقتبي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع شاهين على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول من هجن العاصفة. غياث الهلالي مندفعا بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني يأتينا هناك نشوان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. شاهين في المركز الثالث، هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وعلى المركز الرابع ياتي غيث على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي. خامس المراكز وافي، يتسلل من العاشر الى المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يتابع سهيل بن مبارك ومرخان يكتبي. اما على المركز السادس بطاشه، ياتينا سادسا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يتابع خليفه بن سلطان بن رشيد. هنا من ياتي عاشق السلاله الشاهينيه مع سادس مراكزنا. المركز السابع الفايز في المركز السابع، الفايز من ينطلق على سابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ضمر حمد بن علي العويسي. وعلى المركز الثامن املاك في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي وخليفه من يتابعه. على المركز الثامن، المركز التاسع، شاهين هجن العاصفه مع غياث الهلالي. وعلى المركز العاشر ايضا شاهين هجن العاصفه وغياث الهلالي في تضميره. من يتسلل من الجانب الاخر الى المركز العاشر. وارى هنا ايضا الوصول من الذيب بسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن مكتوم مع خليفه بن قميص القويص من يندفع على المركز العاشر.
التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة، وفي من غير على الصدارة هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع السهيل بن مبارك بن مرهان يكتب على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني بطاش، بطاش على المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد، من يتابع بطاش على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث هنا المنطلق على ثالثي المراكز، يأتينا غيث الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي، وعلى المركز الرابع يأتي شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. خامس المراكز نشوان اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعود المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، من ينطلق على المركز الخامس. المركز السادس أملاك، أملاك على سادس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم لينيبي، من يتابعه على المركز السادس. المركز السابع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز السابع يأتينا الفايز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن علي العويسي في تضميره، منطلقا هنا على المركز الثامن. المركز التاسع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز العاشر ذيب، الذيب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم خليفة بن قميص الغويص، يضمر الذيب على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، ها هي النتيجة لثالث نداءاتنا المستمرة هنا مجريات شوطنا الثاني عشر، آخر أشواط الزمول، آخر أشواط الزمول، بقى لدينا شوطين للحول. هناك في أيضا هذه الأمسية التراثية وآخر أيضا يوم من أيام الكبار، هناك نعود إلى بطاش، من غير على الصدارة غير على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عاشق سلالة شاهينية، يتابعه هنا خليفة بن سلطان بن رشيد، من قدم اليازي بتوقيتها الزمني الأفضل في مساء هذا اليوم، يقدم لنا بطاش في هذه الانطلاقة وفي هذه التحدي. شكرا بمانع أيضا على هذا الأداء المميز هجن سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثاني يأتي وافي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان، لقتبي غيث على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي. المركز الرابع نشوان من الجانب الآخر، يأتينا رابعا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هو المتابعة عند سعيد بن عبيد الحميري حد شباب القوانيق، يتابعه على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، سادس المراكز ياتي الفايز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة حمد بن علي العويسي، من يتابعه سادسا هنا مضمر النجوم الخامسة، واجد مع أيضا الفايز. المركز السابع شاهين حقنا العاصفة مع غياث الهلالي، المركز الثامن، المركز الثامن أرى شاهين القادم حقنا العاصفة مع غياث الهلالي على ثامن المراكز. المركز التاسع، المركز التاسع والمتابعة هنا في هذه اللحظات أملاك على المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع العنيد سعيد بن سالم اللي نيبي، وعاشر المراكز هنا في هذه اللحظات القادم شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي الأسماء، ها هي الأسماء، وغادرنا هذه اللحظات أو نقترب هنا، غادرنا 2 كيلومترات والخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية بقيادة بطاش، بقيادة بطاش على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد في التضمير على
الصدارة وعلى رأس الحربة منطلقا بصدارة هذا الشوط. غيث على المركز الثاني، غيث على المركز الثاني، ثم الشيخ حمدان بن راهل بن سعود المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي، وعلى المركز الثالث وافي، وافي على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راهل بن سعود المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان القتبي، وعلى المركز الرابع والخامس شاهين وشاهين هنا هقنا العاصفة مع غياث الهلالي، سادسا ياتي نشوان على المركز السادس، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. هذه هي النتائج، هي الأسماء المنطلقة. نعود مشاهدينا الكرام بعد أن انهينا حزام الغابات. هنا الصدارة، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير والصدارة مع بطاش المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. بطاش، بطاش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد يتابع بطاش على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني والقادم هنا غيف على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيم. المركز الثالث شاهين هقنا العاصفة مع غياث الهلالي، من يأتي على المركز الثالث ويتسلل إلى المركز الأول في هذه اللحظات، إلى المركز الأول ينطلق بصدارة هذا الشوط. يا سلام الله، التحديات الأخيرة لمن الفوز ولمن الناموس. الله الله الله، السلام ثلاثية ثلاثية، ولكن هنا شاهين وغيث، شاهين وغيث هنا يندفع بصدارة هذا الشوط. شاهين ينطلق بصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول. أهانينا، أهانينا لهجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول ولحظة وصوله إلى خط النهاية معنا الفوز ومعلن الناموس. تهانينا. المركز الثاني غيث، ثم الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم بطاش في المركز الثالث، ثم الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم المركز الرابع، شاهين هجن العاصفة والمركز الخامس ولحظة الوصول هنا لخامس المراكز وافي، من وصل خامسا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وسادسا ايضا الفايز سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سابعا نجوان، والتوقيت الزمني، التوقيت الزمني 13 دقيقة 6 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية، توقيت الزمن لشاهين. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، بينما غيث ب 13 دقيقة 7 ثواني جزء واحد من الثانية، اللي سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي حل ثانيا. المركز الثالث كان من نصيب بطاش ب 13 دقيقة 8 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان، سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. تهانينا للمضمر هنا ايضا خليفة بن سلطان بن رشيد.